نسبة الاندماج الوطني في معظم المنتوجات المحلية لا تتعدى 40% نتيجة استعمال المواد النصف المصنعة المستوردة في الإنتاج، هو ما أكده أغلب المشاركين بمعرض الإنتاج الوطني الذي افتتحه الوزير الأول عبد الملك سلال بالصالون الدولي للمعارض. اون جينيرال نسبة الاندماج تاعنا هي نقول لك اون جينيرال في لي بواسون لي جو نقول لك 50%. لومبالاج لا بودر كلش امبورتي. احنا عندنا 20% انغريديون لوكالين نستعملو في منتوجاتنا فيما يخص البسكويت، 80% كامل راهي دي انغريديون امبورتي. لا ماتير بريمير حوالي 10 حتى 5%، من 5 حتى 10%. نسبة الاندماج تاع المؤسسة حوالي تمشي من حوالي 20 إلى 30%. العارضون اشتكوا من مشاكل عدة تعرقل رفع مستوى الاندماج. الجامعيين هادو لازم يروحوا للشركات باش يبوحوا باش نطوروا المنتوج تاعنا. با دو يا با دو تكنولوجي يا با اني با ديسپونيبل. لازم توفوا على المواد الأولية ذات نوعية جيدة. المنتجون الجزائريون عاجزون عن رفع نسبة الاندماج في المنتوج المحلي لتبعيتهم بطريقة شبه كلية في استعمال مواد نصف مصنعة مستوردة من الخارج، ما يجعل جهود الحكومة لتقليص العجز التجاري البالغ أزيد من 2 مليار دولار في شهر واحد بتخفيض فاتورة الاستيراد على المحك.